طيب نروح نبدأ بقى نبتدي بأخبارنا. وإحنا المصريين بنحب كده مزاجنا ونبقى رايقين والشاي بتاع عصاري. أيوة, أيوة كده زي زمان كده كانوا يشربوا شاي ويسمعوا أم كلثوم. أيوة تشرب شاي أشرب إيه أشرب شاي جميل. أيوة طبعا إحنا بنستورد الشاي وبنستورد التبغ أو المعسل أو السجاير. موضوع بقى فيه أرقام كتيرة جدا. ممكن يعني حضرتك وانت نازل تشتري علبة السجاير أو بتشتري حضرتك باكو الشاي من البقال ولا من السوبر ماركت ولا من الكشك, مش عارفين احنا بنستورد بقد ايه, بندفع فلوس بالعملة الصعبة قد ايه عشان نجيب شاي وعشان نجيب سجاير. ما حدش بس يقول لي طب واحنا يعني جات على كوباية الشاي اللي احنا بنشربها يا سيدي. لا ما جاتش على كوباية الشاي اللي احنا بنشربها, بس احنا بنقول لك احنا بنجيب شاي بقد ايه وانت او انت يعني احسبوه. تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قالت إيه بقى؟ قالت إن واردات مصر, يعني إيه واردات مصر؟ يعني الحاجات اللي جاية من برة مصر بتدفع لها بالدولار بالعملة الصعبة من التبغ الخام أو غير المصنع سجلت ارتفاع بنسبة وصلت ل 81.3% يا سيدي, يقول 81%, وده بعد ما تجاوزت قيمته 242 مليون دولار. ب 240 مليون دولار بنجيب تبخ خلال الثمان شهور الأولى من 2019. السنة اللي فاتت بقى في نفس الوقت كان كام؟ 133 مليون و700 ألف دولار. خلال الفترة نفسها من العام 2018 جهاز الإحصاء كمان قال إن واردات الشاي الأسود تراجع, عشان في شاي أخضر وشاي أسود أو الشاي الأحمر زي ما ناس تانية بتقول, تراجعت من 165 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من سنة 2019 مقابل 205 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق أو السنة اللي فاتت, بانخفاض نسبته 19.6%. خلينا نروح للأستاذ أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية. أستاذ أحمد أهلا بيك على الحياة اليوم. أنا فندم مساء الخير. مساء النور. يعني السؤال اللي موجود قدام الناس كلها دلوقتي اللي قاعدة بتتفرج, هو احنا يعني بندفع فلوس كتيرة في الشاي؟ هو يعني دول العالم التانية ما بتستوردش شاي؟ احنا رقمنا كام؟ لا احنا من أكبر المستهلكين في الشاي بالنسبة لأفريقيا, لأن احنا عددنا طبعا عدد يمثل تاني أو تالت أكبر دولة في أفريقيا, فأنا بنستهلك بكم كبير جدا من الشاي, وخاصة ان ده موروث من عشرات السنين. الشاي ده بقى حاجه اساسيه عند ناس كتير جدا من عامه الشعب. يعني احنا من اكبر المستوردين للشاي في القاره الافريقيه. تمام. طب بالنسبه للتبغ والسجاير ودي مشكلتها كبيره يعني طبعا ما هو انا اقول لحضرتك حاجه, انا من اول الناس اللي كنت بطالب, كانوا في طلعت كده قائمه اسمها السلع الاستفزازيه والسلع الأساسية, وكانوا بيحطوا شروط معينة للحد من استيراد السلع الاستفزازية, وللأسف الشديد ما كانش فيها السجاير ولا الشاي ولا كل المشروبات الكحولية. فقلت من باب أولى إن احنا نعتبر إن السجاير المضرة لمالنا ومضرة لصحتنا سلع استفزازية ونمنع استيرادها. ولكن طبعا انت عارف السجاير دي بتدخل رسوم ضرائب عاليه جدا للدوله بتتجاوز يعني اكتر من 20-25. بس غير قصه الرسوم اللي هتدخل للدوله يا استاذ احمد, برضو انت هنا هتصطدم بالمواطن المدخن, هيقول لك لا انت كده صادرت على حقي, يعني بغض النظر بقى انا دي صحتي وانا بقى انا الرقيب عليها. طب بس يعني ارجع بس للشاي يا استاذ احمد, لان النهارده في الخبر, وطبعا احنا مهتمين اول ما تتراجع وارداتنا بنقول احنا بنوفر عمله صعبه كده, في الخبر ان جهاز الاحصاء بيقول وارداتنا من الشاي تراجعت ل 165 مليون دولار, يعني بيتكلم في نسبه حوالي 20% تراجع. ايه سبب التراجع ده؟ هي التكلفة بقت عالية, الاستهلاك بقى أقل في المرحلة الأخيرة دي بعد ارتفاع الأسعار. لأن انت حضرتك بعد موضوع تعويم الجنيه كل الأسعار ارتفعت, فالناس قللت من استهلاكها للشاي لزيادة التكلفة اللي هي كان بيستخدمها قبل ارتفاع الأسعار. فبيوفروا طبعا لحاجات أساسية بدل ما يستخدموها في الشاي. انما عمليه ان احنا نمنع بالكامل دي انا اعتقد صعبه جدا بالنسبه لموضوع الشاي والتبغ, لان احنا بنستورد بنسبه 100% من التبغ. يعني على التبغ بنجيب التبغ وبنجيب الورق اللي بيتلف بيه والفلتر كله بنستورده من بره هنا, مجرد ان احنا بنعيد تصنيعه وبنبيعه في الاسواق المصريه. طب والشاي برضه بنستورده بنسبه 100% من بره. واحنا ما ينفعش نزرع اجواءنا ما تصلحش لزراعه الشاي. لا 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 الجو ده عايز اماكن حاره ومطر كتير جدا,
فاحنا بعيد عن الخط اللي فيه المناخ بس دوت. اللي بيحصل أكيد. عندنا برضو تجميع وتصنيع بس كده لو عبوات مفيش تعبية هو بيجي الشاي بيتحط له بعض المصانع بتعمل له بعض النكهات او الاضافات الخاصه بالتوليفه بتاعته تمام. والباقي بيجي يتعبى بس مجرد تعبيه مش اكتر من كده. عظيم، شكرا جزيلا استاذ احمد شيحه عضو شعبه المستوردين بغرفه القاهره التجاريه، بشكر حضرتك.